السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده الرز البسمتي بطريقه جميله جدا وسهله جدا وبسيطه جدا، هتشوفوها ان شاء الله هتعجبكم. شايفين شكله؟ شكله جميل جدا وطعمه احلى من شكله زي ما بنقول، وعلى بركه الله هنبتدي الشغل. عندي الرز البسمتي اهوت مغسول ومتنشف، عندي بصلايه متوسطه مقطعها، عندي ليمون ناشف، وعندي قرنفل، وعندي قرفه، وعندي حبهان وكزبرة وبابريكا، وعندي ملح، وعندي معلقتين صلصة، والزيت اللي هشتغل بيه ومعلقتين زبيب. هخش على النار على طول، هحط الزيت في الحلة، هستنى ما الزيت يسخن. موضوع بسيط وسهل وسريع، مش محتاج كلام كتير. وهنزل بالبصل اللي انا مقطعها على الزيت بعد ما سخن، وهقلب في البصلاية لحد ما البصلاية زي ما بتقولوا تشف كده يعني وتصفر سنة صغيرة. اصفرت البصلة خلاص بتاعتنا، هنزل بالبهارات واقلب فيها مع البصلة. مجرد ان بشم ريحة البهارات طلعت بقوم مكمل شغل على طول. قلبت البهارات في البصلة، مجرد ما شميت ريحتها طلعت هنزل بالايه، بمعلقتين الصلصة اللي عندي اهوت، واقلبهم في البصلة كويس واسيبهم يتسبكوا على النار. زي ما انتم شايفين موضوع بسيط وسهل ومش محتاج كلام كتير. اتسبكت البهارات بالصلصة بالبصلة اهيت عندي، نزلت بالزبيب وبرده تقليبتين، وهسيبها لحد ما الزبيب يطرى. الزبيب بيبقى ناشف، هسيبه لحد ما يطرى على النار مع الصلصة دي اهوت. زي ما انتم شايفين اهوت، هنزل بالرز بتاعي المغسول، رز البسمتي المغسول، وهقلبه في الخلطة ديت لحد ما الرز يسخن. عامة الرز البسمتي كوباية الرز على كوباية ونص مية، كوباية الرز كوباية ونص مية. عندك مية هتشتغل بمية، عندك شوربة هتشتغل بالشوربة. شوية مية تحطهم على النار معهم مكعبين ماجي وتطعمهم تطعيمة حلوة كده، وتسقي بيهم الرز هيطلع معاك زي الفل اهو. سخن الرز، حطيت المية بتاعتي زي ما قلت كوباية، بتاخد كوباية ونص مية، وهسيبه لحد ايه ما يشرب المية بتاعته. بدأ يشرب المية بتاعته خلاص. تقلبتين، ليه التقلبتين دول؟ عشان الرز ما يطلعش خاتم معايا. تقلبتين وهغطيه الحلة بتاعتي، هسيبه يتشرب المية بتاعته زي ما انتم شايفين، وهغطي. شرب ميته واستوى خلاص. هقلبه برضو تقليبتين واسيبه مكشوف شوية على النار علشان يبقى مفرفر معايا كده. هكشفه بعد النار تقليبتين كده واسيبه على النار شوية تقليبتين كده بس صغيرين، وهسيبه على النار يطلع بخاره، وكده هو خلاص خلص الرز بتاعنا، مش محتاج اي حاجة تانية. اقلبه تقلبتين كده وهو على النار وهو مكشوف، بيطلع البخار بتاعه ويبقى زي الفل. شايفين شكله طبعا ومنظره اهوت، طلعت من على النار اهوت، رز كله مفيش واحدة ماسكة في التانية. والرز البسمتي اصلا مفيش مجال ان هو يعجن منك، او رز نوعه غريب كده، بس اهو هغرفه وارجع لكم تاني. غرفته في الطبق اهوت عند اللوش، انا بوريك طريقة التقديم بتاعته، الموضوع متروك ليكي. خلاص احنا عملنا الرز، حطيه زي ما انت عايزه واغرفيه زي ما انت عايزه. بالكبشة بتاعتي كده او باللوش بتاعي بعمل مكانها، بعلم مكانها على الرز. عندي زبيب احط في الفتحات اللي انا عملتها ديت زبيب اهوت. انا بس يعني بوريك طريقة تقديم وانت لك حرية الاختيار يعني. عملت وردة طماطم حطيتها فوق على الوش اهيت، مع ليمونة ناشفة حطيتها جنبها اهيت، مع طرنشين فلفل عندي حطيتهم جنبهم. خلاص خلصنا على كده.
هنحط طرنشين الفلفل اهوت، مش عايز يثبت اهو. تمام، عندي فلفل احمر حراق متحمر هحطه بالشكل ده، ودي امر متروك ليكي. حطي فلفل، تحطي كبدة سوتيه، تحطي اللي انت عايزاه، قفلي بيه شكل الرز زي ما انت عايزه. هو ده الشكل اللي انا عملته، يا رب يعجبكم وجربوا الطريقة سهلة جدا، وان شاء الله هتعجبكم جدا. انا شايفين شكله، شكله جميل وطعمه احلى من شكله زي ما نقول. وهنشتغل بيه كتير في حاجات كتير، لسه هنعمل ديكرومي، ولسه هنعمل شغل كتير يعني. زي ما انتم شايفين اهوت. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.